بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في آخر رمضان، في أيام العتق من النيران، فعلينا أن نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. نحن في ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، علينا أن نختم الشهر رمضان بالأعمال الصالحة. شهر رمضان يتبع بأعمال صالحة إذا انتهى، يتبع بالتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نتبع رمضان بصلاة العيد، نتبع رمضان بصيام الست من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. فرمضان الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن شهرين، وهذه هي شهور السنة. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها. وهذا فضل عظيم لمن تذكره واستحضره وقصده ونواه، فإن الله جل وعلا يوفر ذلك له ويزيده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. علينا أن نتذكر يا عباد الله هذه الفضائل وهذه الأعمال الصالحة وهذه الأوقات الفاضلة، فنعبئها بالطاعات والخيرات والبركات، ونختمها بالعمل الصالح والشكر لله عز وجل، ونواصل العمل بعدها حتى ينتهي الأجل. هذا هو شأن المسلم الذي يستفيد من حياته ويسعد بعد مماته. نسأل الله أن يوفقنا لصالح القول والعمل. ثم إن الإنسان يتذكر سرعة مرور الأيام، تذكر سرعة مرور الأجل، فيحدث لذلك توبة واستعدادا لختام حياته. فإنما الأعمال بالخواتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، علينا أن نسأل الله حسن الخاتمة، وأن نختم شهر رمضان بالأعمال الصالحة وبالتوبة والاستغفار، والاستغفار بالذات لأننا مقصرون، والاستغفار يرفع هذا التقصير. فنختم شهرنا بالاستغفار، والاستغفار تختم به جميع العبادات، يختم به العمر، يختم به الصلوات المفروضة، يختم به المجالس. الاستغفار ختام، وعلى المسلم أن يستعمل الاستغفار دائما وأبدا. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الاستغفار أمره عظيم،
فنكثر من الاستغفار، والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، والله غفور غفار. فإذا استغفرته بحضور قلب فإن الله يغفر لك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة، إذا سلم عن يمينه وشماله، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات قبل أن ينصرف إلى الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم. فهذا ختام للصلاة يختم به المجالس، فإذا أراد الإنسان أن يقوم من المجلس يستغفر الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، فإنه إذا قال ذلك كان كفارة للمجلس إن كان فيه سوء أو دار فيه شيء غير مناسب، وإن كان مجلسا صالحا كان هذا الاستغفار ختاما له. فالاستغفار أمره عظيم، والله جل وعلا يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم، ويقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني استغفروه ارجعوا إليه توبوا إليه فيقبل منكم سبحانه وتعالى ويغفر لكم ما أخطأتم وما أسلفتم من السيئات. الاستغفار الصادق لا يبقى معه ذنب، فلذلك يكثر الإنسان من الاستغفار. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.